الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك. القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عام 1444 هجرياً. استقبل الرئيس السيسي أمس رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية. المزيد في التقرير التالي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقدم رئيس الوزراء بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعين الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام. وعهد مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة مسيرة التنمية والبناء كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب مدبولي عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد الفريق أول محمد زكي استعداد رجال القوات المسلحة الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسؤوليات المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلن السيد القصير وزير الزراعة أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي. وأضاف الوزير أن خلال 7 أيام تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار.